السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن ازاي تظبط التاريخ في الساعات الجي شوك. يعني يعتبر الخطوة اللي انا هعملها دي دلوقتي اغلبية ساعات الجي شوك بتتعمل بنفس الخطوة، ازاي تظبط التاريخ. اولا في ساعات الجي شوك اغلبيتها بتبقى متقسمة لاربع زراير، اربع بوشرز، تمام؟ هنيجي على كلمة ادجست، ادجست اللي فوق دي ادجست، تمام؟ وهتضغط على ادجست لفترة طويلة شوية لحد ما تسمع صوت. تمام، سمعت الصوت؟ تمام. هيجي دلوقتي اللي هي هتبان لك دلوقتي المنيو بتاعت الساعة اللي هي قائمة الساعة. هنقعد نتنقل ما بين القائمة على زرار المود. المود هنضغط على المود اهو اهو كده، دي اس تي، ثواني بس عشان الإضاءة اهي. دي لو انت عايز تخليها 24 او 24 او 12، 12 او 24 دي اللي هي لو انت عايز تشوفها في الساعات الرقمية بعد الساعة 12، لو انت عايز تظبطها على 24 ساعة بعد الساعة 12 بتبقى 13 14 15 وهكذا، اللي هي ساعة 1 2 3. اما لو خليها 12 ساعة اللي هي بعد الساعة 12 عادي تبقى تجيب لك ساعة 1. احنا بس عايزين التاريخ اهم حاجة في الموضوع ده. هنيجي كده اهو اهو، لا دلوقتي اهو التاريخ اهو. تمام، ثواني بس نعمل بس ايه زوم كده عليه اهي. التاريخ اهو، التاريخ دلوقتي 2019. لو انا دلوقتي ضغطت على الزرار اللي فوق اللي هو اسمه ريفرس ده، هنشوف هيحصل ايه. هيبقى 2018، 2017، 2016. لو ضغطت على الزرار اللي هو الفورورد ده اهو، ثواني، ثواني انا اسف اهي اهو، يبقى 2017 فورورد ده 2018 2019 2020. انا خليها 2019 عادي، هيبقى رجعها ايه بالريفرس كانت 2020. هنيجي نتنقل بالمود، بالمود اهو. دلوقتي احنا دلوقتي النهارده 27/8، لو انت عايز تخليها بالريفرس اهي تخليها 26 25 24 23 وهكذا. انا اخليها برضو على 27/8 وهكذا. هو ده يا جماعة ضبط الوقت. انت بتدوس على كلمة adjust لفترة طويلة وبتقعد تتنقل بالمود بزرار المود بس كده. وبعد ما بتظبط كل حاجة وبتقعد تعلي وتوطي، يعني مثلا تعلي المدة او توطي المدة، اللي هي مثلا لو انت عايز تخليها 20 او 21 22 وهكذا، بالريفرس والمود، بالريفرس والفورورد. بعد ما بتظبط كل حاجه تروح حضرتك دايس على كلمه ادجست، ادجست اهو. بس دوست على كلمه ادجست كل حاجه اتظبطت وكل حاجه. يعني احنا دلوقتي كنا ظبطنا على 27/8، بقت 27/8 اهي على اليمين اهي، على الشمال قصدي اهي. معلش يا جماعه انا اسف على الاضاءه، بس هي الاضاءه يعني ما فيش احسن من ضوء ربنا يعني. بس كده هو ده بس. ولو في اي حاجه، ثواني بس ارجع دي كده اه، ولو في اي حاجه يا جماعه عايزيني اظبط يعني ان شاء الله يعني اكتبها لكم، يا ريت تقولوا لي وانا ان شاء الله هعمل اللي انتوا بتقولوا عليه. فاتمنى حضرتكم بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه، عشان بس يا جماعه 85% من احصائيات اليوتيوب اللي بتجيلي ان اغلبيه المشاهدين اللي بيتفرجوا على الفيديو ما بيعملوش اشتراك. فاتمنى تشترك معايا في القناه عشان تنضم لاكبر مجموعه في الوطن العربي كله في مختصه بالساعات. شكرا جدا لكم يا جماعه، كان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.